جاءت بجميع طوائفها، رجالها ونساؤها، أطفالها وشبابها، لينقلوا حفل ميلاد السيد المسيح للعالم كله. ها هي مصر التي يقول عنها رسولها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم: خير الشعوب هم أهل مصر لأنهم في رباط إلى يوم الدين. التاريخ يعيد نفسه، يوسف أعلنها وكانت قرآنا يتلى، أعلنها لأبويه ولإخوته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ما رأيت قوما يحبون أن يروا خراب بيوتهم وأوطانهم مثل هؤلاء القوم. ما رأيت قوما يعيشون في بلد ويدعون عليه بالخراب إلا هؤلاء المتشرذمين المدعين الدين. فما رأيتهم ينتمون إلى دين قبل، فالدين علمنا الانتماء. إن كان لكم سنة من الأنبياء فهو نبي الأنبياء، مؤسس الحنفية السمحاء إبراهيم عليه السلام.